بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا ثبت خطانا في طريق يرضيك عنا دنيا وآخرة، آمين يا سيد العالمين، آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار أن يكون من أهله، أي من أهل العدوان. الآن إن شاء الله تعالى بتوفيق منه وتيسير وبركات، نأخذ بعض آيات التي ختمت بها سورة الفرقان، ذو كريتيريوم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شوف احنا التواضع تاعنا امر به المولى واتصف به الانبياء عليهم السلام بالكليه. وعباد الرحمن وعلى قواد احنا الانبياء عليهم السلام الذين يمشون على الارض هونا، مش تعالوا بحكم الشيطان ينفخ فيهم باش يولي دي سالو دو ميغالومان. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. اللي متواضعين ما يجموش يكونوا مانيبيولاتور بيرفير نارسيك، هذا المانيبيولاتور متعالي ويحب يسحق من في قبضته. حنا نعرف في الطب النفسي اذا كان ريت انسان عنده علامات النكران الواقع متاعه وحالة غضبية ولو كان يكتمها، فاعلم الاقرب الى الواقع انه وقع ضحية لهؤلاء الأندال، من ضمنهم كلاب الشرق والغرب. والآن عنا ولي العهد وعنا ترامب ترومبير وعنا السيسي الكيكي، هؤلاء وغيرهم وغيرهم تاع الشام وكل هؤلاء دي سالو دو مانيبيلاتور بيرفير نارسيسيك. ورجوا الفيديوهات تاع سنة 2009 تقريبا تو تراو بعض سمات هؤلاء الأندال. والسلام.